إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إخواني أخواتي، هذا الفيديو للناس المبتدئين، كلمات بسيطة، جمل بسيطة. إذا هذا الفيديو هذا عنده علاقة بالبث المباشر اللي كنديرو مع ثلاثة بث ديال التيك توك بالنسبة للمبتدئين. إذا الناس اللي ما عارفينش، ما عمرهم دخلوا المباشر، أرى الرابط قدامكم تمايا ديال تيك توك. إذا فلنبدأ على بركة الله. عندما أقول أفتحوا يعني كنحل. ماذا نعني بأفتحوا باللغة الإيطالية؟ أفتحوا هي أبرو بمعنى كنحل. أفتحوا حاولوا تردوها بصوت مرتفع. أبرو. لكن عندما نقول مثلا أنا أفتح النافذة، يعني أنا كنحل الشرجم، ماذا سأقول؟ إذا قلنا أنا أفتح هي أبرو. شنو كنفتح؟ نافذة. لا فينيسترا هي النافذة. إذن أبرو لا فينيسترا. ردد معي، أبرو لا فينيسترا. هنا أفتح باب السيارة، كنحل الباب ديال الطوموبيل. أبرو لا بورتيرا ديالاش، دي كي كوزا، ديلا ماكينا يعني ديال السيارة. أبرو لا بورتيرا، نحل الباب. ديلا ماكينا يعني ديال السيارة. أبرو لا بورتيرا ديلا ماكينا. أبرو لا بورتيرا ديلا ماكينا. أفتح الحقيبة أو ساك مثلا. أبرو هي أفتح. لا بورسا هي وصك. أبرو لا بورسا. أفتح العلبة. علبة نقول لها ماذا؟ نقول لاسكاتولا. تنقول حتى الصندوق أو علبة لاسكاتولا. إذن ماذا أفتح؟ افتحوا العلبة. أبرو لاسكاتولا. أفتحوا علبة السرديل. بحال بغيت تقول كنحل حك ديال السرديل، حنا كنقولوا كنحل حك ديال السرديل. إذن أبرو هي أفتحوا. إذن أفتحوا ماذا؟ كي كوزا. هنا أتكلم عن علبة السرديل، لأن الحك تنقول إحنا الحك ديال السرديل هي لاسكاتوليتا، جات من لاسكاتولا اللي هي العلبة. لكن عندما تقول سكاتوليتا هذا صغير، يعني واحد العلبة اللي هي صغيرة بحال ديال السرديل، صغيرة. دي سارديني. إذن رددوا معي، أبرو لاسكاتوليتا دي سارديني. أبرو لاسكاتوليتا دي سارديني. أتكلم أو أتحدث، ماذا أقول؟ بارلو هي أتكلم أو أتحدث. بارلو عندما تقول أنا أتكلم العربية. إذن بارلو أرابو. أو أقول إيو اللي هي أنا ماذا أتكلم. بارلو كي كوزا ماذا أرب العربية. بارلو أرابو. كما قلت لكم إخواني أخواتي، اللغة الإيطالية ما كيستعملوش الضمائر بحال أنا أنت إيو تو.
عندما أقول بارلو بحال قلت أنا أتكلم، مفهومة. أنا لا أتكلم، أنا لا أتكلم، يعني أنا ما كنتكلمش، ما كنهضرش. إيو نون بارلو، إيو نون بارلو، إيو يا أنا، نون يا لا نون، ماذا؟ بارلو تكلم. إيو نون بارلو، لا أتكلم. كي إيو بارلو أتكلم، إيو نون بارلو لا أتكلم. مثلا أنا لا أتكلم الصينية، أنا لا أتكلم الصينية. إذا نقول قلنا أنا لا أتكلم هي io non parlo. Io non parlo. Che cosa? Mada? Cinese. Cinese. Z z z. Cinese. La atakallamu assinia. Io non parlo cinese. Io non parlo cinese. Ida qultu laka hadithni. Hadithni. Kallimni. Kallimni. Hadithni. Kallimni. بارلامي، بارلامي، يعني كلمني، كلمني، أو تكلم ليا، تكلم ليا، ليا أنا، أنا، هي، مي، مي، بارلامي، كلمني أو حدثني، بارلامي، بارلامي، حيث نقول مثلا حدثني عنك، يعني كلمني عليك. ولي تحدث ليا عليك انت، تكلم ليا عليك انت، عنك. اذا سنقول بارلامي، هي حدثني او كلمني. علاش؟ عنك، عنك هي دي تي، دي تي، عليك انت، كلمني عليك انت، شكون انت، منين جيتي، منين جنسك، اي حاجه. بارلامي دي تي، بارلامي دي تي. عنك، عنك قلنا هي دي تي، دي تي. عن هي دي، ك اللي هي ضمير، هي تي، دي تي عنك، يعني عليك، عليك. أنا أجيب، أنا أجيب، يعني أنا كنرد، كنرد، تنسيون ماشي كنتقية، أرد، أرد يعني كنرد على شي حاجة، على سؤال ولا على شي حاجه. انا اجيب هي ريسبوندو، ريسبوندو، ريسبوندو بمعنى كنرد، كنرد. مثلا انا اجيب على الهاتف، انا اجيب على الهاتف، كنجاوب على التليفون. اذا نقول ريسبوندو، ريسبوندو. لاحظوا ما كنستعملش ديك انا، ايو، ايو دي انا، كنمشي ديريكت الفعل، لان الطاليان كما قلت لكم تيستغناو على الضمائر. ريسبوندو هي راني كنجاوب، ريسبوندو. لاش على التليفون، يو علاش على التليفون، ريسبوندو على التليفون، على التليفون، ريسبوندو على التليفون، انا اجيب على الهاتف. لا اجيب، لا أجيب، أو أنا لا أجيب، يعني ما كنردش، ما كنجاوبش، كنجاوبش. نون ريسبوندو، نون ريسبوندو. لا كنعنيو بها نون، نون، لا أداة نفي، نيغاسيوني. لا أجيب، نون ريسبوندو، نون ريسبوندو. أطلبو، 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 كنطلب. كي كنطلب، اطلبو يعني كيدو، كيدو هي اطلبو، كيدو هي اطلبو، كيدو هي اطلبو. بعض المرات تاخذ المعنى ديال اسالو، كنسال، كنسول، كيدو. دائما اخواني اخواتي، دائما الافعال، الافعال كتاخذ بزاف ديال المعاني خلال، من خلال الجمله اللي كتكون فيها. اطلبو، كيدو. لكن حنا هاد المسائل مازال غنتلاقاو معها في المستقبل ان شاء الله، وغادي نشرحو.
أعتذر 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 يعني كنطلب السماحة، كنطلب السماحة، بمعنى كيدو بيردونو، كيدو بيردونو. إذا كيدو قبيلة قلنا أطلبو، أطلبو هي بالدارجة كنطلب السماحة، كنطلب أطلبو. بيردونو، بيردونو هي السماحة. نقول لك مثلا بيردونامي، بيردونامي هي سامح ليا، بيردونامي. كيدو بيردونو، كيدو بيردونو يعني أعتذر، أعتذر أو كنطلب السماحة. وممكن أن نقول كذلك نفس الجملة، نفس المعنى، كيدو سكوزا، كيدو سكوزا، كيدو سكوزا. كيدو دائما هي أطلبو. أسألك، 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 نقول تي كيدو، تي كيدو. قلنا قبيلة كيدو هي أطلبو، وكان تتعني كذلك أسألو، أسألو، أسألو هي كيدو. لكن في هذا الكونتكست هذا يعني هنايا كنسولك أنت، كنسولك أنت، ديك الكاف أسألك، داك التمر هو تي تي تي، تي كيدو، تي كيدو، تي كيدو هي أسألك، كنسولك. مثلا عندما أقول أسألك إذا كنت متزوجا، أسألك إذا كنت متزوجا، ماذا نعني؟ تيكيدو، تيكيدو هي أسألك، كنسولك. إذا، إذا هي سي، سي هذيك اللي عندكم بالأحمر، سي، تيكيدو سي، معنى الدارجي ديالنا كنسولك مثلا واش، واش، ديك سي هي واش، هي إذا بالعربية. تيكيدو سي يا واش، ماذا؟ سي انت، انت ماذا؟ متزوج. سي سبوزاتو، سي سبوزاتو يعني متزوج. تيكيدو سي، اسالك اذا، او اسالك واش، واش هي ديك سي، سي انت سبوزاتو. كانت مرة غادي نقولو سي سبوزاتا، سي سبوزاتا، يعني كنسولك واش مزوجة. انا اسمع، انا اسمع، انا كنسمع، تصنت بالدارجه، كنتصنت. انا ايو اسكولتو، ايو اسكولتو، اسكولتو هي اسمع، ايو انا ممكن نقول غير اسكولتو، اسكولتو كنسمع، كنتصنت. مثلا انا استمع الى الراديو، انا استمع الى الراديو، انا كنتصنت للراديو. اذا أنا أستمع قلنا هي إيو أسكولتو، إيو أسكولتو هي أنا أستمع، كنتصنت. لكن لماذا، لماذا؟ لا راديو، لا راديو يعني إلى الراديو، كنسمع للراديو. إيو أسكولتو لا راديو، إيو أسكولتو لا راديو. أنا لا أستمع إلى الراديو، أنا لا أستمع إلى الراديو، أنا ما كنتصنتش للراديو. إذا نفس الجملة لكن دخلنا عليها لا، لا، نون، نون، ما كنسمعش أو ما كنتصنتش. إيو نون أسكولتو، إيو نون أسكولتو، لا أستمع إلى ماذا؟ لا راديو. إيو نون أسكولتو لا راديو، إيو نون أسكولتو لا راديو. إذا إخواني أخواتي وصلنا لنهاية ديال هذا الفيديو، هذا يمكن، يمكن نديروه، نعاودوه في المباشر إن شاء الله، كي عودوا في المباشر إن شاء الله غدا إلى كتاب. ما تنسوش إخواني أخواتي، الناس اللي كيشوفوني دابا ما داخلينش التيك توك، راه كاين عندنا جوج ديال الحصص، الحصة الأولى نسبة المبتدئين مع الربعة ديال العشية، الحصة الثانية نسبة ناس أخرين وحتى المبتدئين، علاش لا، مع الساعة السابعة. كي إذن إخواني أخواتي، إلى ذلك الحين دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.